أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أصدر المصرف المركزي في الإمارات تعميمين للمصارف بشأن مراجعة وتدقيق المعاملات مع 6 مصارف قطرية وتجميد أي حسابات مرتبطة بقرار مجلس الوزراء باعتماد أسماء 59 فردا و12 كيانا كإرهابيين. وطلب المصرف المركزي في الإمارات المصارف والمؤسسات المالية بفرض أعلى درجات المراجعة والتدقيق على تعاملات مرتبطة ببعض المصارف القطرية. قال الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية عبر حسابه في تويتر إن نشر القائمة الإرهابية فرصة لمراجعة قطر لسياستها، كما هي فرصة لتغيير الاتجاه بعيدا عن المكابرة والتصعيد، مشيرا إلى أن نواة المشكلة في دعم أجندة التطرف والإرهاب. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بسط سيطرتها الكاملة على أحياء السباهية والجزرة والمجلب غرب الرقة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، وذلك بعد معارك شرسة مع تنظيم داعش. وقال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن قواتهم تمكنت من السيطرة على الأحياء بالرغم من هجوم مسلحي داعش. أصيب مدنيان اليوم جراء إطلاق هيئة تحرير الشام النار على مظاهرة مناهضة لها في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بحسب ما أفاد ناشطون. وقال ناشطون أن نحو 300 شخص من بينهم نساء خرجوا في مظاهرة أمام مقر تحرير الشام في المدينة للمطالبة بخروجها، فيما أطلق عناصر الهيئة النار بشكل عشوائي لتفريق المتظاهرين. ونقل ناشطون عن مصادر أهلية في المدينة أن مسلحين من تحرير الشام احتجزوا مصلين في مسجد السروجي وسط المعرة منعا لمظاهرة مناهضة لهم محتملة. أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت عن قتل قادة كبار وأفراد في تنظيم داعش إثر قصف موجه استهدفهم في محيط جامع النوري في المدينة القديمة غرب الموصل. وأوضح الفريق جودت في بيان صحفي أن القصف استهدف ثكنة لتنظيم داعش في محيط جامع النوري، مضيفا أن القصف أسفر عن قتل الإرهابي يعرب الخاتوني مسؤول ما تسمى فرقة نهاوند والإرهابي المقنى بأبي أمل مسؤول الأمنية في تنظيم داعش. أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية وموقع ميزان أونلاين الإلكتروني المقرب من السلطة القضائية أن عشرات العملاء الذين ينتمون إلى داعش قد اعتقلوا في إيران بعد اعتداءات الأربعاء في طهران. وجاء في بيان لوزارة الاستخبارات أن 41 شخصا اعتقلوا في طهران وفي محافظات كرمانشاه وكردستان وأذربيجان الغربية. إلى اللقاء.